أتابع من القاهرة مع الكاتبة الصحفية والأكاديمية اليمنية وسام باسندوا. مرحبا بك معنا أستاذة وسام. هذه التنديدات والإدانات من قبل المنظمات الدولية بسبب الجرائم الحوثية والنداءات الأممية أيضا، هل تجد لها أي أذان صاغية لدى الحوثيين؟ طيب خلينا نقول الأول إنه الجرائم طبعا أيا كانت جريمة قتل حتكون مدانة من الجميع، يعني لا يمكن أن يتقبل إنسان قتل حتى لو كان هذا المقتول خصمه المدني تحت أي ظروف يعني أو أي اعتبارات إلا أنه يكون إنسان غير سوي، فبالتالي القتل مدان ولا يمكن أن يزايد أحد من هنا أو هناك على عمليات قتل، وبالذات على عمليات قتل التي يسقط فيها مدنيين وأطفال ونساء وما إلى ذلك. طبعا الحوثيون منذ دخولهم صنعاء وقبل ذلك من دمج وعمران يعني كل المناطق التي مروا فيها نشروا الموت والقتل والدمار هم وحليفهم طبعا وقواته، بالتالي لا أعتقد أن نداءات من هذا النوع يمكن أن تهز شعره لأنه هذه هي لغتهم في فرض إرادتهم، فبالتالي هم يعتمدون عليها. لكن لو تعطيني فرصة لو ننتقل لسؤال آخر خليني أفند تقرير هيومن رايت ووتش بشكل أكثر دقة. نعم تفضلي، في أي نقطة تريدين تفنيده أستاذة وسام؟ أوكي خلينا نتكلم. أول حاجة النقطة الأهم اللي هي طبيعي أنها تدين الحوثيين، وهذا أمر طبيعي لأن العالم كله والكون كله واليمنيين جميعا يعني السويين منهم يدينون عملياتهم. هيومن رايت ووتش أرادت أن تدين التحالف في بعض العمليات، وإحنا كما قلت يعني خلينا ننطلق من قناعة ثابتة أن القتل والقتل المتعمد للمدنيين سيكون مدان بكل الأحوال. أكيد نعم. لكن خلينا نتكلم عن تقرير اللي توجهت فيه جريمة الحرب التي جرائم الحرب، هناك حين تناقشها لابد أن تناقشها من نقطتين أساسيتين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي وله شروطه، يعني مثلا عندك تعذيب وقتل الأسرى وهذه جرائم متورط فيها الحوثيين بامتياز، يعني وهذه الجرائم حتى لا تحتاج إلى تحقيق، يكفي أن أهالي الأسرى يتحدثون عن أنهم يتسلمون جثثهم من أماكن وضعوا الأسرى في أماكن معرضة للقصف حتى يتعرضون للموت المباشر. تجنيد الأطفال وهذه عمليات يعني الحوثيين واضحة للعيان، الأطفال الذين يجرونهم إلى أرض المعارك. تعمد قتل المدنيين، القصف المتعمد بالكاتيوشا وبالهاون للمنازل المدنيين سواء في عدن أو في تعز وفي كل المناطق اللي دخلوها، حرق وتدمير البيوت كما فعلوا من دماج وعمران، كل بيوت أعدائهم حين يدخلونها لا يكتفون بدخولها فقط ولكن ينتهي بحرقها وتفجيرها، وهذه العمليات لم نشهدها إلا من قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الركن المادي، وبالتالي هذا جميع الركن المادي هذا ينطبق عليهم. لكن حين تريد أن تصنف جريمة حرب فأنت أيضا يجب أن تنطلق للشق المعنوي. الشق المعنوي يتعلق بأن تكون هذه جرائم متعمدة ومقصودة، يعني قصد التعمد، وبالتالي حين يتحدثون عن بعض الجرائم أو التي البعض يسميها أخطاء للتحالف والبعض يسميها جرائم سواء كانت أخطاء أو جرائم، هذه لا يمكن أن تنسب للتحالف العربي إلا وفق تحقيق، يعني لابد أن يكون هناك تحقيق مباشر محايد يثبت، لا يمكن أن نستند إلى مجرد أقوال. ثم حتى لو بعد التحقيق إن ظهرت بعض هذه الأمور فبالتالي أيضا أنت يجب تنطلق إلى الشق المعنوي، هل هذه الجرائم كانت متعمدة أم لا، والطبيعي أنه لن تكون متعمدة، يعني عملية التحالف جاءت لتحرير المواطن اليمني الوقوف إلى جانبه. أعطيني كمان ثانية واحدة. فضل. الأهم والأهم من كل هذا أن احنا نتحدث عن دولة مختطفة وأسرى، حين يختطف مجموعة من العصابة أو مجرمين مجموعة من الناس وتقوم قوات لتحريرهم، بالتالي يسقط بالطبيعي أن يسقط بعض المدنيين بالخطأ أو تحت ضغط المختطف، لكن بالتالي سيتحمل العملية أيضا هو المختطف، لأنه لا يمكن أن تقول لي أنا أختطف ناس وتعال حررهم وأنت تطبطب علي، يعني هذا كلام غير منطقي كمان. فبالتالي طبيعي نحن في حالة حرب، نحن لسنا في نزهة، سيسقط ناس، كل ذرة دم نذرف عليها يعني الدماء مش الدموع فقط. أكيد. لكن من المتسبب لا يمكن أن نناقش شق ونترك الآخر. أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المقاربة، الكاتبة الصحفية والأكاديمية اليمنية وسام باسندوا كنت معنا.